حبيبي لكن بما ان حضرتك النهارده منورنا، فلازم اتكلم معاك عن فريق نادي الزمالك الفتره الاخيره. قول لي بقى يا كابتن، شايف التطور اللي مر بيه الفريق الفتره الاخيره والفوز في اخر مباراه امام نادي فيوتشر، فريق محترم عنده نجوم كبير، لكن نادي الزمالك كانت مباراه بيراميدز يا كابتن هشام كانت هي نقطه التحول في اداء نادي الزمالك. بص طبعا كل ما هتستقر اكتر وكل ما الجهاز الفني هيستقر اكتر وكل ما الناس هتقعد على كراسيها وكل الناس هتقعد جماهيرها على مدرجاتها، خلاص كله بيسترجع وبياخد نفسه. فشيء طبيعي انك انت تبتدي تحس بالهدوء لما تيجي يحصل دلوقتي الفريق يقدر، المدربين المدير الفني يقدر يشتغل بشكل بدون ضغوط. فافتكر ان يعني الوقت ازف ان احنا دلوقتي بنشتغل بدون ما نضغط على الناس. احنا يمكن بعاد شويه في الدوري، بعاد شويه في لكن لسه بدري يا كابتن. لكن ما انا بقول لك، بس بالظبط. انت ايه النهارده بترجع، يعني العمليه رجعت ليه؟ لان بقى فيه هدوء في الـ في الـ في الـ في السوشيال ميديا عامه. يعني دلوقتي ماش احداث، ما فيش مشاكل، الزمالك بيستقر، اللعيبه ابتدت تسترجع قوتها. النهارده عملوا ماتش بيراميدز كويس نتيجه احتضان. ممكن مجلس الاداره ابتدى النهارده يعني يحط ايده على التفاصيل، فابتدى يشوف يفكر في ايه. فطبعا كل الحاجات دي هتجيب ناتج. اي حاجه تانية هتحصل هتلاقي دايما المردود هيجي مع الفريق كره القدم. فعشان كده انا افتكر ان نادي الزمالك ماشي كويس اليومين دول، في استقرار يعني، والناس كلها مجتمعه، ما فيش حد بيحاول ان هو يزايد على نادي الزمالك دلوقتي. المفروض ان احنا كلنا بندفع الفريق، حتى لو في اخطاء موجوده وحتى لو في لعيبه ممكن تكون مش بتاع، لكن لا لازم نساندهم لان هم ما خدوش الفرصه بقى في المسانده. بالظبط. يبقى احنا عايزين النهارده ان معتمد بيشتغل بشكل كبير جدا. انت النهارده عندك لعيبه وممكن ما يعني تفك او ما تفكش القيد، ده قصه تانية، ما يعني شغال عليها مجلس الاداره في لكن احنا الحقيقة. دلوقتي بالواقع، ايه الواقع بتاعي؟ ان انا عندي مجموعه لعيبه لازم اشتغل عليهم. بالظبط. لازم استفاد بكل واحد فيهم. لازم النهارده اللي مش قادر ارجعه، بالظبط، اللي بيشتغل كويس اشد من اذره. وده يا كابتن اللي عمله، اللي بيعمله وبيشتغل ليه كابتن معتمد في الوقت الحالي. ما هي دلوقتي العمليه كلها يعني معتمده على الحته، الحاله النفسيه. بالظبط. الحاله النفسيه لعبت عليها بشكل كبير جدا، هتقدر تاخد اللي انت عايزه. بالظبط. النهارده اللعيبه لو ما فكرتش صح، وده اللي انا بقوله او بوجه يعني رسالتي للعيبه، اشتغل على نفسك لان في لحظه ممكن ما تلاقيش نفسك موجود. فانت لازم تكون مجهز نفسك، انت لسه لعيبه كويسه. احنا ما بنقللش من البتاع، بس احنا بعاد مستوى الفني عن الفتره اللي فاتت، وده اللي ضيع مننا البطوله. ايه سببها؟ ممكن نكون التركيز مش مركزين، التدريب، هل نوعيه التدريب الثقه مثلا بالكلام، التعامل مع بعضينا، الروح اللي بين اللعيبه، حاجات كتير، عوامل كتير جدا ممكن ترفع من اللعيبه او توقع. فانت النهارده الواضح ان اللعيبه اهتمت وحست ان في قرارات بتتاخد، فقال لك ايه، كل واحد لا الم نفسي، ابتدي ادخل الحضور بتاع، اشتغل على نفسي. انا دلوقتي دوري ايه؟ دوري ان انا لعيب في نادي الزمالك ولازم احقق للجماهير اللي قاعده بتجري ورانا في كل حته. بالظبط. تعالى شوف الناس وهي بتيجي بتتكلم معانا بتتقطع، نفسها تشوف مكسب، نفسها تشوف بطوله. انت النهارده عندك القدره على كده، فانت دلوقتي استقريت، حتى لو ما فيش ماديات بس استقريت نفسيا. بالزبط. استقريت تعامليا. بالزبط. استقريت النهارده فرصتك، ما انت النهارده لو اديت وحش ما حدش هيشتريك، ما حدش هيتعاقد معاك. حتى لو رحت من نادي من هنا ورحت مثلا مشيت من نادي الزمالك او مشيت من اي مكان وتروح نادي تاني، لازم تروح على اعلى، عمرك ما هتروح تنزل تقل. بالظبط. فلما هتيجي تقل يبقى انت نتيجه انك انت مش مركز في عملك او ادائك داخل الفريق.